أعلنت أمانة بغداد استنكارها الشديد بسبب تهجم بعض الأشخاص على عامل من عمالها يعمل لساعات متأخرة من الليل، وقالت الأمانة إنه يعمل من أجل إظهار بغداد بحلة جميلة. كما أكدت الأمانة أنه يعمل من أجل إخراج المدينة بصورة أفضل، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ كرامة موظفيها، خصوصاً الاعتداء الذي تعرض له أحد عمالها الذي كان يعمل في شارع المشاتي المقابل مول زيونة. لحتى اللحظة الأمور طبيعية كما يقول نشطاء. نشاهد الفيديو ثم ننتقل وإياكم إلى آخر، وفيه صورة أمانة بغداد وهي مختلفة تماماً عن بيانها المتعلق بالحادثة التي سنشاهدها الآن. مسحها وصل ساعة يعملها بيوصة فطلع الشوندة وتعرف وياه الشوندة ينظف. سارة غير ما غاصت زين. ماما دايتنا يقولوا له الشوندة يجي تراب على محلاتنا هاي الغبار هيك اللي يطير. باع خطية لا محقهم وهذا واجب. أساس يسوون هي. باع الشوندة ما تعرف. باع شوف تعرف. صوري صوري. صورته صورته. يعني شكيت حقير هذا المحل أروح له؟ روحي له. بعيدا عن هذا المقطع، الآن نشاهد مقطعا مصورا آخر لأمانة بغداد أيضا تداوله النشطون مؤخرا وعلى مستوى واسع. وعنه يقول النشطاء إن أمانة بغداد لم تراعي حقوق موظفيها. في المقطع الذي سنتابعه معا 10 موظفين أثناء مراقبتهم لعامل واحد، الصورة فسرها عراقيون على أنها تعكس رغبة الكثيرين ممن يعمل داخل أمانة بغداد في أن يكون شخصية قيادية توزع الأوامر. طبعا عامل واحد بالأمانة وعشرة يراقبونه. وشيء حيلة يستحي. واحد هاي طايح وفقه وعشرة يراقبون به. المسؤولين أكثر من العامل وعامل واحد. هذا واحد من الصبح لهسه وعشرة تفتر وراه. واجره العامل هذول الواقفين اجرتهم اكثر من العامل. جيت جرار واقف على عامل واحد طيح وفقه. هاي الامانه.